صباح الخير أحبائي وأعزائي، نكمل المزامير، سفر المزامير، الإصحاح 31، المزمور 31 لإمام المغنيين مزمور داود. عليك يا رب توكلت، لا تدعني أخذل مدى الظهر بعدلك، نجني، أمل إلي أذنك سريعا أنقذني، كن لي صخرة حصن بيتي ملجأ لتخليصي، لأن صخرتي ومعقلي أنت، من أجل اسمك تهديني وتقودني، أخرجني من الشبكة التي خبأوها لي، لأنك أنت حصني، في يدك أستودع روحي، فديتني يا ربي إله الحق، أبغضت الذين يرعون أباطيل كاذبة، أما أنا فعلى الرب توكلت، ابتهج وافرح برحمتك. أبتهج وأفرح برحمتك لأنك نظرت إلى مذلتي وعرفت بالشدائد نفسي ولم تحبسني في يد العدو بل أقمت بالراحة برجلي. ارحمني يا ربي يسوع المسيح لأني في ضيق خسفت من الغم عيني نفسي وبطني لأن حياتي قد فنيت بالحزن وسنيني بالتنهد ضعفت بشقاوتي قوتي وبليت عظامي عند كل أعدائي صرت عارا وعند جيراني بكلية ورعبة لمعارفي الذين رأوني خارجا هربوا مني نسيت من القلب مثل الميت صرت مثل إناء متلف لأني سمعت مذمة من كثيرين الخوف مستديرا بي بمؤامرتهم معا علي تفكروا في أخذ نفسي أما أنا فعليك توكلت يا رب قلت إلهي أنت في يدك أجابي نجني من يد أعدائي ومن الذين يطردونني أضيء بوجهك على عبدك وابنك خلصني برحمتك يا ربي يا يسوع المسيح لا تدعني أغزى لأني دعوتك ليغزى الأشرار ليسكتوا في الهاوية لتبكم شفاه الكذب المتكلمة على الصديق بوقاحة بكبرياء واستهانة ما أعظم جودك الذي ظهرته لخائفيك وفعلته للمتكلين عليك تجاه بني البشر تسترهم بستر وجهك من مكايد الناس تخيفهم في مظلة من مخاصمة الألسن مبارك أنت أيها الرب لأنه قد جعل عجبا رحمته لي في مدينة محصنة وأنا قلت في حيرتي إني قد انقطعت من قدام عينيك ولكنك سمعت صوت تضرعي إذا صرخت إليك أحب الرب يا جميع أتقياؤه الرب حافظ الأمانة ومجازي بكثرة العامل بالكبرياء لتشدد ولا تتشجع قلوبكم يا جميع المنتظرين الرب هللويا سفر المزامير الإصحاح 32 من مزامير 30 معلمنا داود النبي تحل علينا بركاته أمين طوبى للذي غفر اسمه وسترت خطيئته طوبى لرجل لا يحسب له الرب خطية ولا في روحه غش لما سكت بليت عظامي من زفير اليوم كله لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا تحولت رطوبتي إلى يابوسة القيس سلاك أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم اسمي كنت أعترف للرب بذنبي وأنت رفعت أسام خطيتي لهذا يصلى لك كل تقي في وقت يجدك فيه عند غمارة المياه الكثيرة إياها لا تصيب أنت ستر لي من الضيق تحفظني بترنم النجاه تكتنفني أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها أنصحك عيني عليك لا تكون كفرس أو بغل بلا فهم بلجام وزمام زينته يقم لئلا يدنو إليك كثيرة هي نكبات الشرير أما المتوكل على الرب يسوع المسيح فالرحمة تحيط به افرحوا بالرب يسوع وابتهجوا يا أيها الصديقون واهتفوا يا جميع المستاقم القلوب هللويا سفر المزامير الإصحاح 33 اهتفوا أيها الصديقون بالرب بالمستقيمين يليق التسبيح احمدوا الرب يسوع المسيح بالعود بربابة ذات 10 أوتار رنموا له غنوا له أغنية جديدة احسنوا العزف بهتاف لأن كلمة الرب يسوع المسيح مستقيمة
وكل صنعه من امانه. يحب البر والعدل، امتلأت الارض من رحمه الرب. بكلمه الرب صنعت السماوات، وبنسمه فيها كل جنودها. يجمع كندا امواه، اليم يجعل اللجج في اهرام. لتخشى الرب كل الارض، ومنه ليخف كل سكان المسكون، لانه قال فكان هو امر فصار. الرب يسوع ابطل مؤامره الامم. لا شيء افكار الشعوب، لا شيء افكار الشعوب، اما مؤامره الرب فالى الابد تثبت افكار قلبه الى دور فضل. طوبى للامه التي الرب الهها، الشعب الذي اختاره ميراثا لنفسه. من السماوات نظر الرب راى جميع بني البشر. من مكان سكناه تطلع الى جميع سكان الارض، المصور قلوبهم جميعا، المنتبه الى كل اعمالهم. لن يخلص الملك بكثره الجيش الجبار، لا ينقذ بعظم الكبر. باطل هو الفرس لاجل الخلاص، وبشده قوته لا ينجي. وذا عين الرب على خائفيه الراجين رحمته، لينجي من الموت انفسهم وليستحييهم في الجوع. انفسنا انتظرت الرب يسوع معونتنا وترسنا هو، لانه به تفرح قلوبنا، لاننا على اسمه القدوس اتكلنا. لتكن يا رب يسوع المسيح رحمتك علينا حسب ما اتظرناه. سفر المزامير الاصحاح 34. من مزامير 30 معلمنا داود النبي تحل علينا بركاته. امين. لداود عندما غير عقله قدام ابيه مالك فطرده فانطلق. أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحة في فمي. بالرب يسوع تفتخر نفسي، يسمع الوضعاء فيفرحون. عظموا الرب معي ونعلي اسمه معا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوف انقذني. نظروا إلي واستنار وجههم لم تقبل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه، ومن كل ضيقات خلصه. ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم. ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب يسوع المسيح. طوبى للرجل المتوكل عليه. اتقوا الرب يا قديسي، لانه ليس عوز للمتقين. الاشبال احتاجت وجاعت، واما طالب الرب فلا يعوزهم شيئا من الخير. هلم ايها البنون، استمعوا فاعلمكم مخافه الرب. من هو الانسان الذي يهوى الحياه ويحب كثرة الأيام ليرى خيرا؟ صم لسانك عن الشر، وشفتيك عن التكلم بالغش. حد عن الشر واصنع الخير، اطلب السلام واسع وراءها. عين الرب يسوع نحو الصديقين، وأذناه إلى صراخهم. وجه الرب ضد عامل الشر، ليقطع من الأرض ذكرهم. أولئك صرخوا والرب سمع، ومن كل شدائدهم انقذهم. قريب هو الرب يسوع المسيح من المنكسر القلوب، ويخلص المنسحق الروح. كثيرة هي بلايا الصديق، ومن جميعها ينجيه الرب. يحفظ جميع عظامه، واحدة منها لا ينكسر. الشر يميت الشرير، ومبغض الصديق يعاقبون. الرب يسوع فادي نفوس عبيده، وكل من اتكل عليه لا يعاقب. سفر المزامير الإصحاح 35. من مزامير 30 معلمنا داود النبي تحل علينا بركاته. أمين. خاصم يا رب مخاصمي، قاتل مقاتلي. امسك مجنا وترسا، وانهد إلى معونتي. واشرع رمحا وصد تلقاء مطاردي. كل نفسي خلاصك وأنه ليغزى وليغجل الذين يطلبون نفسي. ليرتد إلى الوراء ويغجل المتفكرون بإساءتي. ليكونوا مثل العصافة قدام الريح، وملاك الرب ظاهرهم. ليكن طريقهم ظلاما وزلقا، وملاك الرب يسوع المسيح طاردهم. لأنهم بلا سبب أخفوا لي هاوية شبكتهم، بلا سبب حفروا لنفسي لتأتهه التهلكة وهو لا يعلم. ولنشب به الشبكة التي أخفاها، وفي التهلكة نفسها أن يقع. أما نفسي فتفرح بالرب وتبتهج بخلاصه. جميع عظامي تقول يا رب من مثلك المنقذ المسكين، ممن هو أقوى منه، والفقير والبائس من سالبهم. شهود زور يقومون، وعما لم أعلم يسألونني. يجدونني عن الخير شرا سكلا لنفسي. أما أنا ففي مرضهم كان لي واسي مسحا. أزللت بالصوم نفسي، وصلاته إلى حلمي ترجع.
كأنه قريب، كأنه أخي، كنت أتمشى كمن ينوح على أمه إن حنيت حزينا، ولكنهم في ضلعي فرحوا واجتمعوا علي شاتمين، ولم أعلم مصدقهم لم يكن بين الفوار المجان لأجل كعكة حرقوا علي أسنانهم. يا رب إلى متى تنظر؟ استرد نفسي من تهلكتهم وحدتي من الإجبال. أحمدك يا رب في الجماعة الكثيرة بشعب عظيم أسبحك. لا يشمت بي الذين هم أعدائي باطلا، ولا يتغامز بالعين الذين يبغضونني بلا سبب، لأنهم لا يتكلمون بالسلام، وعلى الهادئين في الأرض يتفكرون بكلام المكر، فغروا على أفواههم قالوا ها ها قد رأت أعيننا. قد رأيت يا رب، لا تسكت يا سيد، لا تبتعد عني، استيقظ وانتبه إلى حكمي يا إلهي وسيدي إلى دعوتي. اقضي لي حسب عدلك يا رب إلهي، فلا يشمت بي. لا يقول في قلوبهم ها شهوتنا، لا يقول قد ابتلعناه. ليغزى وليغزل معنا الفارحون بمصيبتي، ليلبس الخزي والخجل متعظمون علي، ليهتف ويفرح المبتغون حقي، وليقول دائما ليتعظم الرب المسرور بسلام عبده، ولساني يلهج بعدلك اليوم كله بحمدك، والمجد لله دائما. هللويا. شكرا لي احبائي واعزائي، وشكرا لكل محبتكم، وسلام الرب يسوع المسيح يكون معكم. مساء الخير احبائي واعزائي، من المغل ما اقوله، من المغل ما اتحدث عنه، من المغل ان يقال هذا الكلام. بيان من الكنيسة المصرية، وتعلن عن تنحي البابا تغدروس عن الكرسي البابوي والمجمع المقدس، بعد مطالبات بسحب الثقة من البابا تغدروس والهجوم عليه. وخلال الأيام الماضية فقد جاءت بعض الأصوات المتعالية من خلال عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد طالبت بأمر غريب من نوعه عن الكنيسة وعن أبناء الكنيسة، والذي جاء بمسمى يدعى سحب الثقة من قداسة البابا تودروس الثاني وتنحيه عن الكرسي البابوي والمجمع المقدس. وعقب تداول هذه الأنباء عبر عدد محدود من الصفحات الإلكترونية، بالإضافة إلى عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، فقد جاء أول رد فعل من الكنيسة بأن تنحي قداسة البابا تودروس من الكرسي البابوي والمجمع المقدس أمر مرفوض، حيث أكد القمص موسى إبراهيم وهو المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وإلى عدم صحة ما تردد بأي صورة من الصور ومن أخبار وحول التقدم بأي بلاغ إلى النائب العام، والتي جاءت ضد جماعات تتبنى الهجوم على الكنيسة وعلى قداسة البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك القرازة المرقسية، والتي جاءت عبر صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومن خلال الفيسبوك. الكنيسة في رد فعل على الهجوم ضد البابا تودروس، وفي سياق متصل فقد أضاف وفي تصريحات صحفية بأن هذه الأخبار المتداولة فهي غير صحيحة تماما وبالمرة، وقد رد وأكد القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي جاء ونافيا تقدم الكنيسة القبطية بأي بلاغ رسمي وضد أبنائها وأبناء الكنيسة من الأقباط الأرثوذكس، ومهما اختلفوا معا في أي أمر من الأمور، ولكن الأصوات تتعالى لسحب الثقة من قداسة البابا تودروس على حد زعمهم. في مداخلة تلفونية مع المستشار جورج فريد نيكولا المحامي بالنقد، حيث هناك أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بسحب الثقة
من البابا تودروس ومن أعضاء المجمع المقدس والمطالبة بعودتهم إلى أديارتهم، وكذلك ينادون الناس بالتوقيع على هذه الاستمارات لسحب الثقة من قداسة البابا تودروس ومن أعضاء المجلس المقدس والمطالبة بعودتهم لأديارتهم المستشار جورج فريد المحامي بالنقد، يرد وبقوة على هذه المطالبات. وحيث يتساءل المستشار جورج فريد من هم الذين يطالبون بسحب الثقة ومن أعطاهم التوكيل أن يتحدثوا بالنيابة عن الشعبي القبطي، أمور غريبة. وما هذه الأوراق الذين يريدون الشعب القبطي أن يوقع عليه، ولماذا، وما السبب، ومن وراء هؤلاء من يطالبون بسحب الثقة من قداسة البابا تودروس وأعضاء المجلس المقدس؟ وهل لهم مطالبات معينة من البابا تودروس؟ وأضاف المستشار جورج فريد إن إذ كان لديهم أي مطالبات بسبب الثقة من قداسة البابا تودروس وسحبها ومن المجمع المقدس بمطالبات معينة، فلماذا لم توضع هذه الطلبات أمام مائدة البابا تودروس الثاني لمناقشتها؟ وحيث أشار جورج فريد أنه البابا رجل إداري من الدرجة الأولى ويستطيع أن يتعامل جيدا مع شعبه، ورأينا ذلك جيدا أيام الثورات وأيام اعتداء الإخوان الحكم، حيث أخذ البابا تودروس الثاني موقف رجولي لم يتخذه أي مطلب من قبل. ونجد اليوم المستشار جورج فريد يرد وبقوة على متطلبات وجمع توقعات لسحب الثقة من قداسة البابا تودروس الثاني والمجمع المقدس، حيث أشار جورج فريد أن من لهم المتطلبات الشخصية وينادوا أن يحصلوا على التوقيعات باسم الشعب، والشعب لن يوقع، والشعب مطمئن لكنيسته ولقداسة البابا تودروس الثاني ومطمئن للمجمع المقدس. وإن كان هناك تساؤل يحتاج إلى إعادة نظر، ولكن هذا لا يعطي الحق للبعض للمطالبة بسحب الثقة من قداسة البابا تودروس الثاني ومن المجمع المقدس. فكل هذا نستطيع أن نحلها، فالمجمع المقدس قادر على حل جميع المشاكل. ونجد مجموعة غير معروفة وغير مسؤولة، فالبابا تودروس جاء بالقرعة الهيكلية، فنحن كنيسة تعلم جيدا كيف ترد على هذه الادعاءات المجهولة والغير معلومة. والمستشار جورج فريد المحامي بالنقد ينصح هؤلاء الأشخاص، هؤلاء الأشخاص هم يتعاملون غير قانونيا وأشياء سخيفة، فهؤلاء الأشخاص هم ليس من داخل الكنيسة ولكنهم من خارج الكنيسة، لم يتربوا داخل الكنيسة ولم يعلموا جيدا تعاليم الكنيسة، ويعلم أن الكنيسة البابا تودروس هي بيت القديسين، وكما يعلم أن الكهنة والأساقفة قديسين. وعن تقديم محامي ببلاغ ضد المجموعة التي تطالب بسحب الثقة من قداسة البابا تودروس الثاني ومن المجمع المقدس، حيث أوضح جورج فريد أن لدينا كم من المستشارين يعرفون كيف ومتى يخافون على بلادهم ولا يسببون بلبلة وسط المجتمع الكنسي. فمجموعة تطالب من سحب الثقة من قداسة البابا تجعل بعض الضعفاء يتهزون، فمستحيل سحب الثقة أبدا من البابا تودروس لأنه جاء عن طريق القرعة الهيكلية، أي عن طريق الروح القدس. أحبائي وأعزائي،
هؤلاء فعلوا من قبل مع نياحة البابا شنودة الثالث، ويحاولون الكثير حتى تهتز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، ولن تهتز أبدا. شكرا لكم، مع كل حب واعتزازي، من قناتكم قناة الملكة والأمير، وأرجو اشتراككم في القناة، ولكم مني كل حب وترجية.